السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا جدا. اثناء القرص بتاعنا بتاع المكرمية حيينا، عملنا احياء لشبشب الحمام بتاعي القديم. طبعا الفكرة دي هتتعمل على السيلبر، بيتباع جل اهو، انا جايباه اونلاين، حضرتك تقدر تجيبيه اونلاين او تشتريه، بيتعمل عليه. انا عشان طبعا هعمل افكار كتير للسيلبر ان شاء الله في اثناء الكورس بتاعنا، فانا قررت ان انا الوش هعمله على المقاس ده، بس هعمل الفكرة على دي، ولما حاجة هلزقه هنا واعرفك طرق اللزق بتاعته ازاي. يبقى انا كده هقدر، لو انا لسه عروسة جديدة، لو انا لسه بجهز، اجيب شبشب عادي خالص واعمله بالفكرة الجميلة دي. مش هتكلفني غير نص بكرة خيط محلول، يعني حاجة لا تذكر، ما تعديش 20-30 جنيه. الخامات بتاعتنا طبعا، اللزق بتاعنا لازم هتلزقي، هوريكي طبعا هتلزقي ازاي. في حاجات ما ينفعش نستخدمها، في حاجات ننفع تستخدمها، وعشان تحافظي على الريش بتاعك هعرفك تستخدمي ازاي. وطبعا تابعوا معايا، واللي لسه ما اشتركش يشترك، هنعمل حاجات تحفة. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.